ليش تبي تأجر برا وبيت أبوك موجود؟ إيش تبي بنت العالم تقول عنه؟ لا يبا هو مو كذي الموضوع، بس يعني أنا قاعد أقول يبا أنت ما قصرت معانا وأنا ما بيثقل عليكم، وغير كذي يبا أنا قلت أخذ لي مكان يكون شوي كبير عشان أحط لي غرفة حق الياهل اللي ظل كتب إن شاء الله. بس بس لا تكمل كلامك، تبي تحرمني منك مثل ما أنا حرمت نفسي منكم؟ يا يبا أنا غلط وتكفى خلني أكفر عن غلطي، تكفى. بعدين أنا الحين كبرت، مو بس أنا بروحي اللي كبرت، حتى غالية كبرت معاي، محتاجين أحد معانا في البيت. وبعدين هذا اقتراحها هي، مو اقتراحي أنا بروحي. أنت ليش تبي تحرمني من عيالك؟ عيب أنا ودي يكبرون قدامي، أشيلهم، أربيهم، أساعدك. ما أبي يعني أقعد بروحي في البيت أنا وغالية وانحرم منكم بعد. يمكن مسكت عيالك شوي أكفر عن الذنب اللي أنا سويته بنفسي. أقول لهما قولاً كريماً. خلاص يبا حاضر، اللي تشوفه حاضر. عاد أنا شي تطمنت يبا. إي ما أنا ما كنت ناوي أجيب ياهل ولا اثنين، لا يبا أنا كنت ناوي أجيب فريق كرة. صجعات؟ إي فالحين أنا لقيت لهم المدرب المناسب. فخلاص الموضوع هذا عندك يبا. تم اللي تبي. لا تطمن عهل رحت فيه انا. الحمد لله. لا الله يخليك لنا يبا. يا رب الله يطول بعمرك. ما تقصر. حاضر اللي تشوفه. حتبوس راسي الحين الله يداك قدام العالم يقولون هذا شايب الحين. لا لا تكبرني. الله يطول لنا بعمرك يا رب. طول عمري كنت أتمنى هاليمعة عندنا في البيت، حالنا حال الناس، وأخيراً تحقق اللي كنت أتمناه وصار عندنا زوارة كل أسبوع. سبحان من يغير وما يتغير. هذه غالية تغيرت وايد، صارت وايد هادية ومسالمة، كلها تبيننا يمها وحواليها. طبعاً هي اللي أصرت إن عبد العزيز زوجته يقعدون معاهم بالبيت، يمكن عشان حست بالذنب ناحيتنا، أو يمكن لأنها فقدت ولدها فيصل. المهم إن حقنا رجع لنا، وأبوي بعد رجع لنا.